مشاهدين الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا الخبر العاجل. يأمل والد أحد لاعبي الفريق الجزائري أن يرى ابنه يلعب قريبا مع عملاق أفريقي. التفاصيل هنا أعرب والد زين الدين بلعيد مدافع الفريق الجزائري الذي يلعب لاتحاد العاصمة عن رغبته في رؤية ابنه ينضم للأهلي النادي المصري الشهير. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي يتضمن فيه عقد بلعيد الحالي مع اتحاد العاصمة شرطاً جزائياً بقيمة 650 ألف يورو للموسم الحالي. وأكد والد بلعيد أنه لم يصل حتى الآن أي عرض رسمي من الأهلي، لكن يبدو من الواضح أن النادي المصري لديه بعض الاهتمام باللاعب ومن حوله. أتمنى أن ينتقل بلعيد للأهلي. يتضمن عقده الحالي مع اتحاد العاصمة شرطاً جزائياً بقيمة 650 ألف يورو لهذا الموسم. وأضاف: لم نتلقى أي عروض من الأهلي. حالياً الانتقال المحتمل إلى الأهلي سيمثل فرصة كبيرة لبلعيد. في الواقع يعد الأهلي أحد أنجح الأندية وأكثرها احتراماً في أفريقيا، وله تاريخ طويل من النجاح على الساحة القارية. إن الانضمام إلى فريق بهذا المستوى يمكن أن يوفر لبلعيد منصة مثالية لمواصلة تطوير موهبته ومواصلة مسيرته على مستوى عال، إلا أن نتيجة هذا الوضع لا تزال غير مؤكدة. مع عدم وجود عرض رسمي في هذه المرحلة، سيتعين علينا أن نراقب عن كتب سير المفاوضات بين الناديين، وكذلك القرار النهائي لزين الدين بلعيد بشأن مستقبله الاحترافي. ختاماً عزيزي المشاهد المرجو، الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لتكون أول من يصله جديدنا إلى اللقاء.